الفائز الحقيقي في الحياة ماشي الأكثر سرعة في القيادة ولكن الأكثر حذر. في البرنامج فيديليتي باي أكسا غادي تستافدوا من رصيد ولاء اللي كيتزاد عام بعد عام وكيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم يمكن لكم تستعملوه في حالات عديدة. أكسا رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء واهلا بكم الى هذا الموجز الرياضي نقدمه لكم من قناتكم الالكترونيه شوف تي في. والبدايه ذكر بلاغ رسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الجمعة أن الحصة التدريبية للنخبة الوطنية المحلية ستكون ابتداء من الساعة 4:45 زولا بالملعب الملحق للملعب الكبير لمدينة مراكش مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى مع منطقة مختلطة مع اللاعبين. كما سيعقد الناخب الوطني محمد فاخر مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين بمناسبة هذا التجمع الإعدادي الأخير ندوة صحفية يوم السبت 9 يناير 2016 في قاعة ندوات بالملعب الكبير بمراكش بداية من الساعة 4:45. رياضيا دائما علمت شوف تي في من مصادر داخل فريق شباب المسيرة أن هذا الأخير أقال مدربه حسن الرجرجي وعين مكانه المدرب فخر الدين رجحي. وحسب ذات المصادر فإن هذا القرار جاء بعد سلسلة النتائج السلبية التي مني بها فريق شباب المسيرة والذي يحتل المرتبة الأخيرة في بطولة القسم الوطني الثاني. وتجدر الإشارة إلى أن فخر الدين رجحي سبق له وأن درب مجموعة من الفرق الوطنية كالوداد النادي المكنسي وفريق رجاء بني ملال. من المنتظر أن يسافر الويلزي جون توشاك مدرب فريق الوداد الرياضي إلى إسبانيا لزيارة عائلته مستغلا فترة توقف البطولة الاحترافية اتصالات المغرب. وحسب مصادر خاصة لشوف تي في فتوشاك فوض لسعيد النصري رئيس نادي الوداد انتداب بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تحديد مراكز الخصاص التي يعاني منها الفريق. وإلى فريق الجيش الملكي قرر الجهاز الفني للجيش الملكي لكرة القدم والذي يقوده المدرب البرتغالي جوزي روماو إقامة معسكر إعدادي بمدينة مراكش استعدادا لمرحلة الإياب. وستدوم فترة هذا المعسكر 11 يوما وستتخلله أيضا مباريات ودية لم يتم تحديد الأندية التي سيواجهها الفريق العسكري. ومنح روماو للاعبين 10 أيام من الراحة بدأت مباشرة بعد المباراة الأخيرة التي أجراها أمام نهضة بركان الثلاثاء في الدوري المغربي للمحترفين. واخيرا اوروبيا قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الاسباني لكرة القدم بشكل رسمي ايقاف لويس سواريز مهاجم برشلونة لمباراتين بكأس الملك حيث تلفظ في النفق المؤدي الى غرف خلع ملابس ملعب الكامب نو الذي استضاف لقاء برشلونة واسبانيول في كأس ملك اسبانيا بعد نهاية المباراة بألفاظ نابية ضد لاعبي اسبانيول. كما قررت اللجنة ايقاف كل من باباكولي ديوب وهيرنان بيريز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول لمباراة واحدة بعد طردهما بلقاء برشلونة بذهاب دور 16 بكأس الملك. بهذا مشاهدينا أتينا إلى نهاية الموجز الرياضي موعدي يتجدد بكم في موجز رياضي آخر دائما على قناتكم شوف تي في. إلى اللقاء.